كرة ملعوبة إلى الأمام وحارس المرمى كراف. لاحظ العرضية الموجودة هنا وراسية قوية. كرة ملعوبة وهنا مارفن ماتيك تسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. كراف ينجح في الظهور الأول لا رسمي مع نادي بايرن ميونخ. كما ذكرت مارفن ماتيب وابن عمه جوزيف تيسيه جوب. وجويل ماتيب كان طبيعي أن أصبح لاعب كرة قدم حقيقة. ما ممكن يطلع لك مهندس، ما يطلع لك محامي. إيدو يبحث عن تسجيل هدف، يبحث عن هدف التعادل، هل ينجح في ذلك إيدو؟ هل يتقدم على سبيل المثال ركاتيتش؟ إيدو يسدد ولكن في حارس المرمى كرافت. كرافت بديل جيد لهانز يورك بوت. كرافت بديل جيد لهانز يورك بوت. حقيقة هذا الحارس الصغير الذي بدأ كبيرا في هذه المباراة. راول جونزاليس ظهر في مباراة توتال ليج لكن لم يظهر هنا. كرة ملعوبة محاولة بالراس لكن خروج لكرافت موفق.